مرحبا، وأخيرا وصلنا لشهر أكتوبر تشرين الأول 2017. وما أدراك شو هو شهر أكتوبر تشرين الأول. بهذا الشهر أهم حدث فلكي، ولازم أبدأ بهذا الحدث، هو انتقال كوكب المشتري من برج الميزان لبرج العقرب. هالحدث بيصير مرة كل 12 سنة، وبهذا الشهر رح بيصير بتاريخ 10 يلي هو نهار الثلاثة 10 أكتوبر. إذا كوكب المشتري جوبيتر بينتقل من برج الميزان لبرج العقرب، حدث كتير مهم بيحمل تأثيرات رائعة للأبراج المائية بشكل خاص مواليد برج العقرب، وايضا السرطان والحوت، وتحديدا لمواليد العشرية الاولى من هالابراج الثلاثة اللي ذكرتها، يعني مواليد برج العقرب يلي خلقانين باكتوبر، مواليد برج السرطان اللي خلقانين بحزيران يونيو، ومواليد برج الحوت يلي خلقانين بشهر شباط فبراير. شو في عنا احداث بهيدا الشهر؟ الفول مون هو بتاريخ 5 اكتوبر ببرج الحمل طبعا، وعندنا نيو مون بتاريخ 19 يلي هو قمر جديد طبعا ببرج الميزان. في عندنا كوكب المريخ يتنقل في برج العذراء، وبيضلوا يتنقل برج العذراء لتاريخ 22. عندنا كوكب الزهرة بينتقل من بعدها طبعا لبرج الميزان. الزهرة كمان عم يتنقل بين برج العذراء وبرج الميزان، بينتقل لبرج الميزان بتاريخ 14 يعني بمنتصف الشهر. وكوكب عطارد يتنقل بين الميزان والعقرب، بينتقل للعقرب بتاريخ 17. أما الشمس فهي يلي بتحدد امتى بتنتقل الابراج وبتتغير، فبشهر اكتوبر 2017 الشمس بتنتقل لبرج العقرب بتاريخ 23 اكتوبر، بتنتقل لبرج العقرب اذا بدكم الساعه هو صباحا بتوقيت يونيفرسال تايم. يونيفرسال تايم هو ما في توقيت صيفي، جرينتش من دون توقيت صيفي، هو الساعه 5:30 صباحا توقيت يونيفرسال تايم. شو في عنا؟ في عنا زحل بعده عم يتقدم، لكن عم يتقدم بسرعة كتير 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 كبيرة ببرج القوس. أورانيوس يتقدم، خليني نشوف صار يتراجع. أورانيوس يتراجع بأكتوبر ببرج الحمل، ونبتون يتراجع في برج البوسون يلي هو الحوت. وفي عنا بلوتو يتقدم ببرج الجدي. محور القمر هو بين درجة 21 و 22 برج الأسد. تأثيرات مهمة عم بترافق بهيدا الشهر المواليد يلي هي بين العشريتين، بين الثانية والثالثة. خليني أقولكم شو هي المواليد برج الأسد يلي في عندها بهيدا الشهر ظروف مهمة. الدرجة قلنا 21 و 22 يلي لازم عندها ظرف إيجابي أو سلبي، هي 13 و 14 آب أغسطس. أوكي، هذه هي التأثيرات اللي عنا إياها بهيدا الشهر. خلونا نبلش مع الأبراج ونشوف كيف رح بتكون الأبراج، وبشكل سريع لكل برج لنقدر نحكي عن الكل. بالنسبة لبرج الميزان هيدا شهر ممتاز بالنسبة لك، هيدا شهر بتتغير فيه المعطيات بشكل كتير كبير. كوكب المشتري هو أهم حدث بهيدا الشهر، بيعمل أهم حدث لأنه بينتقل من برجك من بعد زيارة دامت حوالي السنة تقريبا، وبينتقل لبرج العقرب بتاريخ 10. لحق حالك مثل ما بنقول، لحق حالك لحتى تستفيد من الحظوظ يلي بقدم لك إياها المشتري، وفعلا المشتري بيقدم كتير حظوظ. هلأ مساقبة بهيدا الشهر مواليد برج الميزان، انتو بتبلشوا سنة جديدة، وفيني أعطي عنوان لهيدا الشهر بقلكن انه هيدا هو شهر التقدم التطور وطي صفحة من الماضي وانطلاق في مرحلة جديدة.
بالنسبة لك مولود برج الميزان، الشمس موجودة ببرجك حتى صباح 23 أكتوبر، عم تبلش صفحة جديدة، عم تعيد عيد ميلادك، هنالك مسائل ما انطلقت بعد وحضر حالك أنت رح تبدأ فيها وراح تبلش فيها. أجواء حلوة بتساعد مولود برج الميزان، خاصة أنه كوكب عطارد موجود ببرجك بالنصف الأول منه، فينوس بالنصف الثاني منه بيوصل لبرجك وبيكون النصف الثاني حامل للأخبار السارة، ربح، حب، مساومات وتقدم. لكن كوكب المريخ رح يوصل لبرجك باخر اسبوع، فبدك تكون منتبه، ما تكون كثير شايف حالك، بدك تعتمد على الدبلوماسيه والمرونه لحتى امورك تضلها ماشي مثل ما لازم. كوكب المشتري، حضر حالك، في احتمال انه كوكب المشتري بلش يجلب لك مصاري، ربح، تقدم، والاخبار عندك بلش تصير ايجابيه وبتحمل لك نوع من انفراجات ونوع من تغييرات لانها دسمه وغنيه، غنيه يمكن يكون تقدير لك، ميداليه لك، تكريم لك. بعتبر انا بصراحه شهر اكتوبر شهر مميز لتبداوا صفحه جديده لحتى تنسوا الماضي، تحطوا الماضي وراكم، خاصه الماضي اللي فشلك او اللي فشل او يلي خذلك او يلي ما نفعك، هدول صار وقت لحتى تحطهم وراك. شهر تقدم، شهر ممتاز، لا يوجد تاثيرات سلبيه، يمكن في بعض المعاكسات عند بعض مواليد برج الميزان وذلك بسبب مواجهه كوكب اورانوس إذا كنت من مواليد 19 و20 أكتوبر، بدكم تكونوا حذرين. أفضل الأيام بهيدا الشهر 19 18 و19 رائعين، كذلك 28 و29 أكتوبر. كمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب شو بدي أقول لك؟ هيدا الشهر شهر رائع، صحيح الأسابيع الثلاثة الأولى منه بطيئة، ما في حركة، ما في نتيجة، ما في تقدم مثل ما أنت بدك، لكن بقول لك إنه كوكب المشتري آخر مرة زارك من 12 سنة، حمل لك ثقلة نوعية مهمة جدا، هلا واصل لعندك بتاريخ 10 أكتوبر، فحضر حالك لاستقباله. كيف بدك تحضر حالك؟ بدك تكون متفائل، بدك تحضر وتمهد لتقدم مثلا على شركات كبيرة، تتصل بالناس اللي انت بدك منها شغل مثلا، او لحتى تدرس منيح او تقدم على جامعات، لانه بس ما يوصل كوكب المشتري لبرجك حضر حالك، لسيما اذا كنت من مواليد اكتوبر، حضر حالك لاجوبة حاسمة وفورية، وبالتالي بدك تكون جاهز. شهر ممتاز رائع بيحمل لمواليد برج العقرب ابتداء من تاريخ 23، بيحمل لهم نوع من ضوء اخضر، اشاره كثير كبيره، كثير كثير كبيره وكثير مهمه، بتقول له انه حان الوقت لحتى انتم تكونوا عاقلين، تقرروا شو بدكم، لانه ما في شيء، لا شيء مستحيل. هيدا الشهر بعتبر الأسابيع الثلاثة الأولى منه يمكن ما تعطيكم حقكم، فما تزعلوا، ما تخافوا، ما تنأذوا، الحظ حظ صار عندكم، الدولاب صار عندكم، واقف عندكم ومحضر لكم مفاجآت سارة، خاصة مواليد أكتوبر. وفيكم تقولوا صحيح الأسابيع الثلاثة الأولى تحديدا حتى تاريخ 23 هادئين بطيئين بزهقوا، لكن النطرة تحرس، مهدوا لأعمال، حضروا، أعيدوا ترتيب الأولويات، حضروا حالكم لأنه أنتم واقفين على شرفة بتطل على أفق كتير كبير ومناظر كتير حلوة، فحضروا حالكم للانتقال لهالمرحلة هيدي، لا سيما إذا كنتوا من مواليد، رح لكم أي مواليد المشتري رح يجلب لكم الحظ، مواليد 23 لمواليد 28 أكتوبر أنتوا مش شوي محظوظين، أنتوا كتير محظوظين. الشهر إذا بدي أعطيه عنوان بقول هو شهر شهر الأعجوبة، هيدا شهر المفاجآت السارة، شهر مميز بكل ما المعنى للكلمة من معنى. أفضل الأيام 3 4 11 12 20 21، كثير حلوين القمر ببرجكم، ثم 30 و 31. بنتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس هيدا شهر لإظهار قديش أنت مستعد إنك
تتعاون وتتضامن مع الآخرين في سبيل مساعدة الآخرين وفي سبيل أنه الآخر يساعدك. هيدا شهر تبادل خبرات ومعلومات وزيارات، هيدا شهر تسلية، شهر نجاح، شهر تقدم، شهر شهرة، طلة حلوة، طلة اجتماعية حلوة، كاريزما حلوة كتير، تجذب الأنظار، تلفت الأنظار مولود برج القوس، خاصة الأسابيع الثلاثة الأولى. لكن بدك تكون متواضع، كوكب المريخ وفينوس الموجودين في أعلى نقطة عندك بالدائرة الفلكية نوعا ما بخلوك تكون شوي هيك شايف حالك، ويمكن معك حق، لكن بدك تنتبه لأنه مش كل الناس بتفهم هذه النقطة بطريقة إيجابية. فعندك حظ، عندك نجاح، عندك شهرة، عندك تقدم في لفتة حلوة من المجتمع اتجاهك، من الفلك اتجاهك. حضر حالك لتغيير نوعا ما معقول يدق بابك، وذلك من خلال شخص صديق لك تعرفه أو ما بتعرفه، فلان بيعرف فلان، شيء من هالقبيل. هيدي الامور بتتغير عند مولود برج بتتحرك عند مولود برج القوس وبتحمل لك هاللفتة الحلوة اتجاهك. لكن لازم تعرف انه في شغلتين مهمين، اول وحدة انه هالايجابيات وهالتطورات الحلوة باقية فقط ل 22 اكتوبر، من بعدها الاسبوع الاخير هو اسبوع بطيء ما راح يعطيك حقك تقريبا. والشيء الثاني لازم تعرفه انه زحل يتقدم بسرعه ببرجك، وبالتالي شو ما قلت انا عن الحظوظ بدك تكون كثير 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 حذر. اذا كنت من مواليد 15 16 17 18 لحظة خليني أرجع أعيد القراءة. عندنا زحل من الدرجة 22، يعني بده يكون حذر مولود 14 حتى مولود 17. 14 ل 17 ديسمبر انتم الأقل حظا، كونوا منتبهين جدا جدا جدا، كونوا منتبهين لكل شيء، حاولوا ما تعرضوا استقراركم العائلي والمهني ولا الصحي ايضا للمشاكل. افضل الايام بختار لكم 5 6 تحت تاثير النيومون الفول مون، بختار لكم 13 14 واكيد بختار لكم 23 و24 لما القمر بيكون موجود ببرجكم. اذا هيدا شهر التواصل مع الاخرين، الانسجام معهم وتقويه الروابط، وكونوا حذرين من الاسبوع الاخير. بنتقل لبرج الجدي. بالنسبة لك مولود برج الجدي بعتبر انه هيدا الشهر شهر حلو، لانه شهر بالرغم من القلق اللي انت بتعيشه، هيدا شهر نوعيته دسمة وغنية، الكواليتي تبعيته ذهبية جدا. قلق تعب ايه، لكن انت شخص فيك تنجم بهيدا الشهر، وذلك بسبب وجود الشمس ببرج الميزان، شهر رائع مهم جدا. ما لازم تتأخر بهيدا الشهر، ما لازم تخاف من هيدا الشهر، لازم تكون عم تتقدم، محضر حالك، محضر شغلك، ما تخلي حدا يسبقك، بمعنى انه ما ضروري تفوت بمنافسات، لكن ضروري تكون حاضر. الأسابيع الثلاثة الأولى الشمس موجودة بأعلى نقطة عندك بالدائرة الفلكية ببرج الميزان، هذه هي ثلاث أسابيع اللي معقولة تحمل لك فرصة عمل جديدة إذا أنت بدك تكريم، تقدم، إنجاز، تفوق. في شغل كتير مثل ما قلت لك، لكن هيدا الشغل بيوصلك لأعلى المراتب. بعتبره شهر مهم جدا، حتى الأسبوع الأخير منه دسم بالتعاون والانسجام معك، الناس بتحبك، الناس تدعمك، بتزقف لك. أضف إلى ذلك أنه كوكب فينوس والمريخ بيتواجدوا ببرج صديق لك يلي هو برج العذراء، وعم بيساعدوك، عم يفتحوا باب سفر قدامك وباب تجارب جديدة لا خوف عليك، ثم بينتقلوا لبرج الميزان وبيكملوا دعمهم لك. في نجومية بهيدا الشهر، في فرحة، في احتفال، في نجاح. إذا أنت جاهز فيك تقول أنه الحظ ناطر، عم بدق بابك، ناطر حتى أنت تفتح له الباب. فينا نقول أنه كوكب المشتري هو يلي رح يفتح مجال لحتى شركة جمعية تساعدك وتكون الداعمة الكبيرة لك بهيدا الشهر وعلى فترة سنة تقريبا من أكتوبر 2017. أفضل الأيام 3-4 مش 3-4 خليني أعطيك 7-8 16-17 25-26 و27 أكتوبر، هي أفضل الأيام.
كن حذر شوي من تأثير الفول مون بست الشهر، وأيضا شوي بتاريخ 20، شهر ممتاز بالنسبة لك ما تضيعه. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو شهر كتير حلو، شهر بيساعد، شهر بيمهد لتغيير، شهر بيمهد لخوض تجارب حلوة، مؤتمرات، ندوات، ورشات عمل، سفر، دراسات أكاديمية عالية، يمكن حتى المشاركة الدولية أيضا بمجالات مهمة جدا. كوكب المريخ، فينوس، عطارد والشمس عم بيتنقلوا، حتى المشتري في الفترة الأولى عم بيتنقلوا برج الميزان اللي هو صديق جدا لإلك، وهن اللي عم بيفتحوا باب السفر وعم بيعطوك القوة. مش بالضرورة هلا يكون سفر سفر، لكن احتمال انه تكون انت عم تتخطى اللوكال وتصير بمجال أوسع، نطاق وطني كبير او نطاق دولي او نطاق مهم جدا. الابواب كلها مفتوحه قدامك، حظوظ قد ما بدك، في نجاح، في تقدم، في فرح. ومش بس هيك، المشتري اللي لما يوصل ب 10 اكتوبر لبرج العقرب فيك تقول ولازم تقول لحالك انه انت لازم تكون جاهز، لانه باب النجوميه فتح قدامك، باب النجوميه والتميز والتفوق. حضر حالك لفتره سنه تقريبا، انت مرشح لتكون احلى واعلى مراكز اذا انت جاهز. الاسبوع الاخير من هيدا الشهر نوعا ما بيحمل مسؤوليه، بيحمل ضغط، وبيحمل دعوه لمولود برج الدلو لحتى يكون قد حاله، لحتى يكون محضر حاله، لحتى يكون دارس، ولحتى مهيئ شغله كله. وبيطلب منك الاسبوع الاخير انك تكون قبضاي، تكون كل الاوراق وكل المعاملات وكل الشغل حاضر كامل ومتكامل. واذا بدك تغير شغل بقول لك، اذا كنت من مواليد كانون الثاني يناير احتمال انه يكون في عندك باب شغل وباب تغيير ايجابي اجتماعي للافضل، فحضر حالك. افضل ايام 9 10، بختار لك 18 19، واكيد بختار لك 28 29 لما القمر بيكون موجود ببرشك. كمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت هيدا شهر نوعا ما عم بيحضرك لحتى تنهي معاملات واوراق وتسويات وتطبخ الطبخه بقى وتطبخها، لانه بالنتيجه رح تستوي باخر اسبوع. هيدا الشهر شهر ناجح، شهر تتكامل فيه الامور، بتركب كل القصص على بعضها. وعنوان هيدا الشهر هو مراحل تقنيه، الى من مراحل تقنيه الى مراحل إيجابية إلى انفراج وانفتاح. فيك تقول إنه كوكب المشتري هو يلي عم يدق بابك لحتى يقول لك تفضل، بدك تسافر، بدك تغير، بدك تغير جامعة، بدك تدرس شيء جديد، بدك تهاجر، وكل هالأمور بتكون بطريقة إيجابية. مولود برج الحوت حضر حالك لأنه أنت رح بتصير مالتي ناشونال، يعني أنت من الأشخاص بهيدا الشهر رح تدخل بمرحلة العتبة اللي عم تتخطاها عم بتفوت، أنت عم بتروح إلى صفحة جديدة عنوانها هو الكوزموبوليتان. أنت عندك مروحة انتشار رح بتكون كتير واسعة، كتابة، صحافة، بتصير كاتب، بصير عندك كتب تطبعها، بتنشر، بتحلم، بترسم، في عندك نوع من إلهام كتير قوي عم بيكافيك وعم بيعطيك، بالإضافة إلى النجاحات. النص الأول من هيدا الشهر شهر بعتبره نصف جيد جدا، في شغل، في تقنيات، في أوراق، في معاملات عم بتزبطها لحتى تمهد لحلول رح توصل لك بالنص الثاني وتحديدا في الأسبوع الأخير. اطلب وتمنى، أفكارك بتصير، بس لما تركز على مسألة مفروض تتم. الأسبوع الأخير بيحمل نجاح وخبر سار جدا، لاسيما إذا أنت من مواليد شهر شباط فبراير. وأفضل أيام 3 4 لما القمر بيكون ببرشك، 11 و12 وأيضا 20 و21، وأفضل أيام هي 30 و31، القمر ببرشك والشمس داعمة لك من برج العقرب، هدول أفضل أفضل الايام. ولكن لانه كوكب نبتون، خلينا نشوف نبتون ورائي وينني، لانه كوكب نبتون موجود ببرشك بدك تكون كثير حذر، بدك تكون كثير دقيق اذا كنت من مواليد 1 2 و3 أدار مارس. في ضغوط كتير كبيرة عليك بدك تكون منتبه، وكل هالأمور فيكم تتابعوها بكتابي كارمن والأبراج، كارمن شماس 2017.
بدي أتمنى التوفيق للجميع. بدي أرجع بس نبه مولود برج الحوت إنه انتبه من تأثيرات كوكب المريخ اللي عم يتواجد في بيت خصمك. عندك الأسابيع الثلاثة الأولى معقول يكون شوي متسرع بكلامك وبانفعالاتك، فحاول تكون منضبط، لا سيما بتاريخ 9/10 13/14 15 صباحا، وكذلك ب 20/21، و انت بدك تكون حذر 16/17 هن يمكن يكونوا اصعب الايام. بدي اتمنى لك مولود برج الحوت وايضا لجميع الابراج، بتمنى لهم شهر كثير حلو، والى اللقاء مع ابراج اخرى. باي باي.